طبعا انا واحد من الناس، انا بدعم مرتضى منصور، يعني انا بدعم مرتضى منصور، ورساله سياده المستشار مرتضى منصور، لو ربنا كتب لك الخير ورجعت تاني نادي الزمالك بالانتخابات والكلام ده كله، انت دلوقتي راجل، انت كبيره، انا اقعد في النادي ادير النادي، عندي ولادي او عندي ناس كتير في النادي، اخلي واحد يعني ذو مكانه او راجل بيعرف يتكلم زي مثلا زي امير، اطلع انت رد على الناس، بلاش الغلط. بص، ممكن انت تكون حققت نجاحات كبيره او بتحقق نجاحات كبيره، بس كل ده اللي مغطى عليه مثلا كتر الغلط في الناس، اغلط في ده واغلط في ده واغلط في ده واغلط في ده. لا، ما غلطش في حد. لا، انا ارجع النادي، اقعد في مكتبي، ادير، اشوف الدنيا، فلوس اللعيبه، اشوف اللي عايز يتجدد، اشوف الديون اللي عليا اللي عايز اعملها. يا امير انت خليك مع الكوره، انت ركز، اطلع رد على الناس، لو لينا حق عند حد هاته بالادب والاحترام، امير متكلم. لكن انت هتطلع تشتم ده، تشتم ده، تشتم ده، هتدخل الزمالك تاني في وجع قلب. ده نصيحه يعني من ابنك. لا، انا ارجع اظبط حالي، اشوف ايه الديون اللي عليا، احط اولويات كده. يعني انا عندي الديون، عندي اللعيبه اللي هتجدد، عندي الارض بتاعت اكتوبر، الحاجات دي انت ركز فيها. سيب بقى الكورة وسيب الكلام ده، يعني مثلا عايزين لعيبة، انت خلص مع لعيب، بس اللي يطلع يتكلم مثلا امير او بغض النظر مين، بس حد متكلم بدون غلط، انت غلطك اللي بيضيع نجاحك.